بسم الله الرحمن الرحيم ودائما معكم بالعيد متجئ ناطق رسمي لعصبة مدينة الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق، ونحن نتواجد عند أحد أبطال جمعية منتدى دار السلطان الطوندم طارق زرهون والأخ عابد فدا المسابقة ديال مدينة ديال شيشاوا، والإخوان ديالنا كيكونوا من بين الخمس الأوائل في جمعية منتدى دار السلطان، ونشوفوا الأبطال ديالنا كيفاش شاهدوا المسابقة وكي كان الإعلان ديالهم في هذه المسابقة. الأخ طوندم زرهون عابد، السلام عليكم. كنشكر الاخ بالعيد على هذا الاستقبال اللي جا عندنا، والمسابقه كانت زوينه والله يسخر هادشي اللي نقول لكم. الحمد لله، ولو الاعلان ديالكم ما لقيتوش صعوبه في هذا الاعلان؟ لا صعوبه لا والو، داز داكشي مطلق زوين، كلشي بخير الحمد لله، ما جاو بخير والله يسخر. وهذه الحمامه اللي علمتوا على الاخ عابد كما كتشاهدوا معنا في الصوره، هذه هي الحمامه المعلن عند الابطال ديالنا الطونديم زرهون عابد ابطال جمعيه منتدى درب السلطان، والله يسخر لكم. اش مع هذه الحمامه الاخ؟ هذه 2000. شنبوره ولا ديال ذاك العام؟ العام اللي فات، هذه ديال العام اللي فات من 2015 كما كتشاهدوا معنا في الصوره. هذا هو النمر ديال الباب 09 406 لا 09 4567 2015. مبروك عليكم الاخوان ديالنا في هذه المسابقه ديال المدينه ديال شيشاوا، ونشوفوا الطونديم ديالك حتى هو اللي غادي يقول لنا شي كلمه كيفاش شاهدتي هذه المسابقه وانت حاضر مع الاخ زرهون. ياك داز مطلق بخير، الحمام جا بخير، وتولعنا الحمد لله بخير. مبروك على جميع الموالي، كنشكر الاخ ديالي الاستاذ عابد والله يرحم المرحوم زرعون الاستاذ ديالنا الكبير، وهنيئا للفائزين، والله يرحم الوالدين الاخ العيد. الله يسخر في الفيديو هذا، والله يسخر الجميع. كنشكركم. وشحال تقريبا من حمامه الاخ الاخوان ديالنا ديتو في هذه المسابقه؟ دينا 24 حمامه. كلشي جا ولا باقي شي حاجه؟ بقات وحده، ياسر وحده اللي بقات هي اللي ما جات. والله يجيبها على خير الاخ زرهون، وشوفوا واحد البطل ديالنا حتى هو عابد اللي غيقول لنا شي كلمه بحق عدد الابطال ديالنا. السلام عليكم ورحمه الله. اولا كنشكروا الاخ بالعيد اللي مسامح بزاف الحوايج ومضيع بزاف ديال الوقت بسبب هذه الهوايه الشريفه، وبعد هذه النتيجه اللي تصرف الدراري ديال درب السلطان وكتشرف الولاعه في مدينه الدار البيضاء، كنتمنوا حظ سعيد لجميع الموالي، منهم قرب حميد اللي كنبارك ليه هذا المنبر، والاخوان سحيم دجيناني الله يسهل عليهم، والاخ ابو عثمان حتى هو اللي كيلعب مزيان الله يسهل عليه، والحاج عز العراب، وجميع الموالي اللي حنا الحمد لله كنفتخروا بهم كاولاد هذه المنطقه هذه. وبالنسبه للتنظيم ديال زرعون عابد، هذا افتخار ثاني لنا، لان شباب كيحبوا هذه الهوايه هذه، وعطينا وقتهم وعطيناها تقريبا خدامين معاها 100%، والله يزيدهم والله يعاونهم والله يسهل عليهم. ونعاود نكرر كنشكرك الاخ بالعيد على هذا المجهود اللي كتخصوا للولاعه. وحاجه اخرى هو ان الطرق ديال العصبه ان شاء الله غيبداو بخسك هنا من هنا واحد السمان، كنتمنى من كاع الموالي ديال جمعيه منتدى درب السلطان بانهم باش يتابعوا المجهودات ديالهم ويزيدوا يشرفونا، والله يوفق. هادشي اللي غادي نقول. كنشكرك الاخوان ديالنا الطونديم عابد زرهون، حققوا واحد النتيجه ايجابيه في مسابقه ديال مدينه سيدي بو عثمان. الاخ زرهون ياك سيدي بو عثمان، وهذا الاسبوع هذا حتى هو كيحققوا نفس الانجاز. ومبروك عليكم ومبروك لجميع ابطال جمعيه منتدى درب السلطان، وممتدى درب السلطان بالابطال ديالهم راهم حاضرين وغادي يكونوا حاضرين في بالنسبه لعصبه مدينه الدار البيضاء ابتداء من مسابقه مدينه ايمين تانوت. والاخوان ديالنا زرهون الوالد الله يرحمه وخلى لكم هذه الولاعه باش تكونوا تلقاو مستمرين بها، والوالد كنتي كتعاونوه في الايام؟ كنعاونوه غير ما كنت كنتولع معاه، كنتي خليتي لي المهمه يقابلها بوحدو وحنا كنكملوا المسيره ديالو،
الله يوفق. الله يوفق. تشكركم بزاف، تشكركم على حسن الاستقبال وكرم الضيافه، ومبروك عليكم ثانيه في المسابقه ديال مدينه شيشاوه، وكنتمنوا لكم التوفيق في باقي المسابقات المتبقيه سواء بالنسبه لمنتدى درب السلطان او عصبه مدينه الدار البيضاء. ومن هذا المنبر نشكروا جزيل الشكر الطاقم التقني ديال جمعيه منتدى درب السلطان وجميع الابطال ديالها وجميع الابطال مدينه الدار البيضاء عامه وخاصه المملكه المغربيه. وتنحييكم من هذا المنبر ومباشره عند الابطال ديالنا الطونديم زارهون عابد ابطال جمعيه منتدى درب السلطان لحمام السباق. ومن هم المنبر تنشكر جزيل الشكر لجميع الابطال ديالنا المغاربه سواء في الوطن العربي، اوروبا، امريكا، المملكه المغربيه خاصه. الى هنا نستودعكم الله وفي امان اللقاء بكم مره اخرى ومع بطل اخر في امان الله.